بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع من كتاب كليوباترا بعنوان الحكومة في مصر. الآن لنا أن نلقي نظرة سريعة على الأحوال في مصر. فبعد حادثة مقتل قيصر وهروب كليوباترا من روما راجعة إلى الأسكندرية، اصطحبت معها شريكها في الحكم وأخاها بطليموس الرابع عشر. وهناك مستند من أوكسيركس هامش. أوكسيركس هي مدينة مصرية تسمى في العصر الحالي البهنسة، وتقع بين الفيوم وبني سويف على بحر يوسف. يرجع تاريخه إلى 26 من يوليو عام 44، يحمل كلا الاسمين. وبعد فترة وجيزة من عودتها مع أخيها بطليموس الرابع عشر، حدث أن توفي بطليموس الرابع عشر. وفي هذا الشأن يرى المؤلف فلافيوس جوزيف أن كليوباترا قد اغتالت أخاها وزوجها بدس السم له. ولكي تحافظ كليوباترا على تنفيذ العادات والتقاليد المصرية، فقد أجلست ابنها من قيصر بطليموس الخامس عشر بجوارها على العرش بعد وفاة بطليموس الرابع عشر. وفي معبد دندرة نرى تمثالا يصور الملكة على أنها الإلهة حتحورة المصرية، وبجوارها ابنها الصبي الصغير قيصر على أنه فرعون. وفي الفيوم نرى أحد اليونانيين وقد أهدى لوحة لكليوباترا وابنها بطليموس قيصر قائلا إن الإله التمساح هو الجد الأكبر لبطليموس قيصر. ولم يكن لكليوباترا عمل منذ عودتها من روما سوى محاولة حل المشكلات التي حدثت في مصر أثناء إقامتها في روما. فالمصارف والترع لم تطهر ولم يراعها أحد في تلك الفترة، وقد أدى هذا إلى سوء المحصول والإنتاج في عام 43-44 قبل الميلاد، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث المجاعات وتفشي الأمراض في هذا العام. وعن تلك الفترة يخبرنا الطبيب السكندري ديسكوريدس فاكاس عن أعراض بعض الأوبئة التي تفشت أثناء ذلك. لقد أصيب الناس بتقيح في الغدد الليمفاوية، وظهرت البقع السوداء القبيحة على جلودهم، وظهرت على الناس أورام الطاعون الأسود التي عانى منها الكثير من البشر. كما كانت هناك الكثير من المشكلات الأخرى التي عالجها الموظفون المحليون بأنفسهم دون الحصول على مساعدة الحكومة المركزية في الأسكندرية. وقد عثر على نقش يتحدث عن ذلك بادئا بهذه الكلمات: أثناء حكم الملكة كليوباترا الإلهة المحبة لأبيها وبطليموس قيصر المحب لأبويه الإلهين، وقد وضع هذا الحجر الذي يحمل هذا النقش في مكانه بأمر من كبار كهنة آمون بطيبة ومساعدة الموظفين المحليين والأهالي، وذلك تكريما لحاكم هذه المنطقة المسمى كاليماخوس، الرجل الذي أخذ على عاتقه حل الكثير من المشكلات التي حلت بمدينة طيبة. ففي أثناء المجاعة وكذلك أثناء تفشي مرض الطاعون، بذل الرجل كل ما عنده لمساعدة المنكوبين. لهذا أطلق عليه الناس الكثير من الألقاب الحميدة، منها النجم الساطع والروح الطيبة. وكان الرجل بحق هو الأمل الوحيد للناس في كل مصائبهم،
كما أنه حافظ على إقامة الشعائر الدينية في هذه المنطقة بصورة جيدة ومنتظمة. ففي تلك المنطقة البعيدة عن الحكومة المركزية في جنوب البلاد، كانت الديانة المصرية تلعب دورا حيويا كبيرا. في هذه المنطقة من جنوب البلاد كرم كليماخوس ولقب بمنقذ المدينة، وأقيمت له التماثيل الذهبية والمرمرية التي احتلت أماكن ظاهرة في المعابد والمدينة. وفي هذا النص لم يرد ذكر أحد من ملوك مصر سوى في التأريخ، وعنونت النص ليس أكثر من ذلك. في تلك الفترة لم تعبأ حاكمة البلاد وحاكمها بالمشكلات الداخلية للبلاد، وترك كل شيء معلقا. ونتيجة لغياب كليوباترا في روما، تعامل الموظفون في الجنوب مع كل الأمور بحرية مطلقة، وكأنه لا وجود للحكومة المركزية. وقد استغرق تغيير هذه الأوضاع قرابة 10 أعوام، حيث غيرت كليوباترا خلالها جميع النظم الإدارية رغبة منها في الارتقاء بإنتاجية البلاد. لقد كان يومها مليئا بالعمل وخطواتها حثيثة في هذا المجال. وللأسف لم يخبرنا المؤرخون الكثير عن نشاطاتها هذه. في المقابل تفرغ المؤرخون لالتقاط كل صغيرة وكبيرة من سقطات كليوباترا، كما رأوها في قصرها أنه رمز للمجون والسهرات الفاجرة والتسلية والمرح. أما عن إدارة العمل بالقصر فلم نعثر لها على أي دليل، وبالتالي لا نستطيع التحدث عنها. أما الضرائب وطريقة جبايتها، عندما يكون المحصول جيدا أو سيئا من شعب الإسكندرية والموظفين، فهناك عدد قليل جدا من البرديات والنصوص التي تخبرنا عن هذا الشأن. وهنا نورد أحد النقوش التي عثر عليه، وهو منذ العام 11 من فترة حكم كليوباترا، والمؤرخ 13 من إبريل عام 41 قبل الميلاد، وهو عبارة عن مرسوم ملكي صادر عن كليوباترا وابنها بطليموس الخامس عشر أو قيصر الصغير. ويدور المرسوم في محتوى حول موضوع يتعلق بفترة المجاعة السابقة، ويدور أيضا عن الإعفاءات والامتيازات التي طالب بها الإسكندريون الذين يعملون بالزراعة خارج المدينة. هؤلاء الفلاحون أجبرتهم الإدارات المحلية على العمل في الزراعة، وفي الوقت نفسه أجبرتهم على دفع الضرائب أيضا، بينما كانوا معفيين من دفع الضرائب فيما سبق. ثم قامت بعثة منهم في منتصف مارس عام 41 قبل الميلاد بزيارة الملكة لكي يقدموا لها مظلمتهم. وجاء رد الملكة على شكواهم بعد زيارتهم هذه بشهر، وكان كالتالي: الملكة كليوباترا الإلهة المحبة لأبيها، الإله والملك بطليموس قيصر المحب لأبويه الإلهين، يهبان التحية لأهالي مناطق هيراكليوبوليس. هامش هيراكليوبوليس هو الاسم اليوناني لمدينة إهناسيا المصرية، وتقع حاليا في مدينة بني سويف. أعلنوا هذا المرسوم الملكي المكتوب باللغة اليونانية وكذلك بلغة البلاد على الجميع. أعلنوه في المدينة العاصمة والأحياء الهامة الأخرى من هذه المنطقة بأن ما حدث هو طبقا لتعليماتنا وأوامرنا. حياة طيبة عام 11 13 من إبريل 41 قبل الميلاد. حياة طيبة عام 11 و 13 من إبريل عام 41 قبل الميلاد. وهذا الجزء السابق كان موجها للشاكين
أما الجزء الآتي فهو موجه لشخص يدعى فيون، الذين تظاهروا واعترضوا من خارج المدينة وهم مزارعون من مناطق بروسوبيس وبوباستا في 15 من مارس ضد موظفي هذه المناطق العشر من مصر السفلى، فهم بذلك ضد إرادتنا وضد أوامرنا. دعوهم يتواءمون مع قراراتنا وتعليماتنا، وذلك عن طريق المسؤولين القائمين على تدبير أمورهم، واجعلوا هؤلاء الإسكندريين يتأكدون أنه ليس مطلوبا منهم تنفيذ شيء أكثر مما يطلبه الحاكم منهم. حاول أي الموظفين المسؤولين عن مناطق الثورة أن تتعاملوا مع الغاضبين بالقانون، سيطروا على هؤلاء الغاضبين وجعلوهم في صف العاملين المكلفين بالواجبات في الأرض التابعة لمناطقهم. ولكن الذي أزعجنا وأقلقنا نحن كليوباترا وبطليموس بصورة كبيرة هو عدم النظام والترتيب، ولهذا فإننا نرى ما يلي بخصوص هذا الشأن: إن جميع أهالي هذه المنطقة أي الإسكندرية العاملين في الزراعة خارج المدينة لا يجوز أن يرغموا على دفع إتاوات للحاكم، ولا يحق للحاكم أن يجمع منهم ضرائب للحالات الطارئة على البلاد، كما أنه من وقت لآخر في بعض المناسبات الخاصة يجب تكريم هؤلاء العاملين، كما أن مساهماتهم الطيبة هذه يجب أن ينظر إليها بعين الاستحسان، بل إنه لا يجوز لحاكم المدينة مطالبتهم بأي ضرائب في المستقبل، كما يعفون من جميع المسؤوليات التي تفرض فيما بعد، مثل دفع ضرائب عينية من البضائع أو النقود أو الغلال أو ضرائب من أجل استزراع النبيذ. وقد كانت كل هذه الضرائب العينية والنقدية تدخل خزينة الملك مباشرة، كما لا يجب على أحد من الحكام أن يكدر عليهم حياتهم تحت أي ظروف، وهذا المنشور يجب إعلانه ونشره بما يتفق مع القانون. ويعتبر مرسوم كليوباترا هذا هو آخر ما عثر عليه من المراسيم الملكية عن فترة الملوك البطالمة قاطبة، وفي الوقت الذي كانت كليوباترا تدعم دفة البلاد الداخلية وتقويها، كان عليها أيضا ألا تغفل الأحوال الخارجية، وبالتحديد الحرب الأهلية الدائرة في روما بين قتلة قيصر وأعدائهم. في الشهور التي تلت منتصف مارس عام 44 قبل الميلاد، أصبح أنطونيوس كونسولا فاعلا وحاكما وحيدا في روما، لهذا وجب عليه وضع بعض التدابير والخطط الخاصة بالشرق اليوناني، ومن هذه التدابير ترشيح شخص ما ليكون حاكما على قبرص التي كانت لا تزال ولاية بطلمية. عند ذلك اختيرت أرسيناي أخت كليوباترا لتكون حاكمة على هذه الجزيرة، فبعد أن كان قيصر قد قبض عليها واقتادها معه إلى روما، صفح عنها بعد ذلك وأعطاها حق المواطنة الرومانية، وفي عام 44 منحها الرومان من جديد حق الانتماء إلى الأسرة البطلمية الحاكمة. وقد رأى بعض المحللين للأمور أن وجود أرسيناي في قبرص ووجود كليوباترا في مصر يعادل كفتي الميزان، وقد قيل هذا بصفة خاصة بعد وفاة زوج كليوباترا الصوري وأخيها بطليموس الرابع عشر، هذه الوفاة التي شكك فيها الكثيرون معتبرين أنها اغتيال. ولم تسعد كليوباترا بنبأ تولي أختها ولاية قبرص، بل اعتبرت هذا عملا عدائيا ضدها، واتخذت من أرسيناي عدوا لها وتحينت الفرص ضدها، وما لبست هذه الفرصة التي كانت تنتظرها أن سنحت لها بعد عام واحد، عندما جاءتها الأخبار تنبئها بأن هناك موقفا مشتعلا في الشرق،
عندئذ أرسلت كليوباترا في عام 43 سيرابيون على رأس أسطول حربي إلى قبرص. هذا الأسطول سوف يستخدمه فيما بعد كاشيوس قاتل قيصر لمساعدته في حروبه. إن سيرابيون كانت لديه أوامر صريحة من كليوباترا بطرد أرسيناي أو أسرها أو قتلها، ولكن أرسيناي نجحت من هذه المحاولة، وذلك لاستقبالها قاتلي قيصر وهما بروتاس وكاشيوس اللذان كانا بالولايات الشرقية، ثم نجح في الهروب إلى شواطئ آسيا الصغرى ولم يعود إلى إيطاليا مفضلين مساعدة الرومان في هذه المناطق النائية. وعند وصولهما إلى ميليت استضافهما كاهن المنطقة أرتميس، ووعد أرسيناي بمساعدتها في الوصول إلى الإسكندرية هي ورفاقها، ولكن أمل قتلت قيصر لابد وأن يكون قد انقطع عند معرفتهم بتقارب كليوباترا وأنطونيوس، ويبقى الهدف الرئيسي لكليوباترا هو القضاء على أرسيناي. في منتصف عام 43 استطاعت كليوباترا إحكام سيطرتها على قبرص، وعند ذلك أمرت بسك عملات باسمها على أحد وجهي هذه العملة كانت كلمة قبرص، والناحية الأخرى من العملة كانت صورة الملكة كليوباترا مكللة بإقليل النصر وصولجان الملك، بينما يرضع طفلها الصغير من ثدييها وهي تحتضنه. وهذا الرضيع الذي نقشت صورته معها على العملة ما هو إلا بطليموس الخامس عشر قيصر. وقد استعملت كليوباترا هذه الصيغة فوق العملة فقط لكي تجتذب التعاطف والتأييد، حيث أنها هنا ساوت بينها وبين الإلهة إيزيس التي تحتضن ابنها حورس دائما وهو يرضع من ثدييها، ثم أنها هنا تود أن تقول إنها هي الإلهة إيزيس وأن ابنها قيصر هو حورس، وأن هذه الرموز تقودنا إلى مقدسات جنوب مصر هناك حيث معابد الولادة الإلهية للفراعنة بمنطقة هيرمونتيس فاصل هامش هيرمونتيس، وهي مدينة أرمنت الحالية بمحافظة قنا بسعيد مصر. عندما كان الفراعنة وزوجاتهم يحتفلون ويقيمون شعائر خاصة عند الولادة ويسجلون كل ذلك في نقوش قوية على جدران معابدهم، أحد هذه النقوش يظهر لنا كليوباترا وهي راكعة يحيط بها الآلهة والآلهات، وفوق رأسها نلحظ بالهيروغليفية اسمها الجديد وهو أم رع إلهة الشمس، وفوق رأس الطفل الوليد نرى الجعران المقدس وهو رمز لإله الشمس، وهذا يدل على أن هذا الطفل سيدعى إله الشمس المشرقة. وبجوار هذا المنظر نرى سريرا يجلس عليه إلهتان برأس بقرة، إحدى هاتين الإلهتين ترضع الطفل حورس والإلهة الأخرى ترضع قيصر. ولفهم مضمون هذا النقش لابد وأن نرجع إلى دور حورس الذي لعبه في الأسطورة المصرية القديمة، ولكي نستطيع تتبع هذا الموضوع نوضح أن أوزوريس كان ملكا على مصر وإيزيس كانت ملكة تجلس على العرش بجواره، ثم أنجب ابنهما حورس الأمير الصغير الذي كان من المفترض أن يرث عرش أبيه فيما بعد، ولكن أباه أغتيل بطريقة وحشية. وفي الأسطورة هنا يتأثر حورس لمقتل أبيه، ونرى هنا العلاقة الواضحة بين قيصر الصغير وحورس، حيث أن كلاهما قتل أبوه بطريقة وحشية، كما أن كلا الطفلين له الظروف نفسها،
وعليه المسؤولية نفسها، وهي الثأر لمقتل الأب. فكما ثأر حورس لمقتل أبيه، يجب على قيصر الصغير أن يثأر لمقتل أبيه أيضا. وفيما بعد حمل بطليموس الخامس عشر لقب فيلو باتر، أي المحب لأبيه. من مكانها في مصر تتبعت كليوباترا أخبار الحرب الأهلية في روما. فقبل تقسيم ملك قيصر ما بين أنطونيوس وأوكتافيوس في منطقة شرق البحر المتوسط، اشترك كاشيوس وبروتوس في حكم هذه المنطقة تحت إشراف دولابيلا الذي كان من أتباع قيصر، والذي والته الحاكمة المصرية بعطفها واهتمامها. ثم إن كليوباترا أرسلت بعد ذلك الكتائب الحربية التي تركها لديها قيصر عند رحيله من الإسكندرية إلى دولابيلا تحت قيادة اليونس بمنطقة آسيا الصغرى، ولكنها من أجل هذا كانت تطمع في أن يعترف بها وبابنها بطليموس قيصر كحاكمين على مصر. وعند وصول الكتائب إلى سوريا لجأت بسرعة إلى كاشيوس. أما الأسطول الذي كانت تنوي كليوباترا إرساله إلى دولابيلا، فقد أدى هبوب عاصفة شديدة إلى تعطيل إرساله إليه في يوليو عام 43 قبل الميلاد. انتحر المشرف على أملاك قيصر المسمى دولابيلا حتى لا يقع في يد أعدائه. وبالنسبة لطلب كاشيوس ورجائه مساعدة الأسطول المصري له، فقد رفضته كليوباترا وآثرت أن تظل وفية إلى جبهتها السياسية. عند ذلك حصل كاشيوس على مساعدة ودعم من قبرص، ولكن هذا كان ضد رغبة كليوباترا وإرادتها. وهذا الموقف من كليوباترا ضد كاشيوس بالطبع لم يعاتبها عليه أنطونيوس، حيث إنها رفضت مساعدة كاسيوس متعللة بمشاكل مصر الاقتصادية. بعد وقت قصير ركبت كليوباترا البحر لكي تقابل أنطونيوس وأوكتافيوس، ولكن هبوب عاصفة بحرية أدى إلى تحطيم سفن كليوباترا. وعندما سمع ستايوس ماركوس قائد أسطول جيش كاشيوس بالحادث الذي تعرضت له أسطول كليوباترا، أراد الإسراع والقبض على سفن كليوباترا، حيث رأى بنفسه الأجزاء المتناثرة في البحر من حطام سفن كليوباترا. كليوباترا ذاتها كانت منهكة من هول ما رأت في البحر، ولم تستطع مواصلة الرحلة في الوقت الذي وصل إلى مسامعها أنباء النصر الذي أحرزه أتباع قيصر. في نهاية عام 43 التقى كل من أنطونيوس وأوكتافيوس وليبيدوس فوق الجزيرة تقع بالقرب من بونونيا، ثم اتفقوا على الخطط المشتركة بينهم. وكانت نتيجة لقائهم هذا أن أنشأوا حكومة رئاسية ثلاثية تتكون من ثلاثة الرؤساء السابق ذكرهم، على أن يستمر عمل هذه الحكومة الثلاثية لمدة 5 أعوام حتى نهاية 38. وفي خلال هذه الفترة لم يكن للسيدوس دور يذكر بالمرة، وكان الهدف الرئيسي هو القضاء على قتلة قيصر والتخلص منهم. أما علاقة أنطونيوس وأوكتافيوس والعداوة القديمة بينهما، فقد حلها زواج أوكتافيوس من ابنة غير شرعية لأنطونيوس. في خريف 42 قبل الميلاد تغلب أنطونيوس وأوكتافيوس على قتلة قيصر في مذبحة كليني بمنطقة تراكين، ولم يستطع أوكتافيوس إكمال هذه الموقعة نظرا لمعاناته من آلام في الأمعاء، وأتم نصرها أنطونيوس الذي شعر بعد ذلك بالزهو والخيلاء لأنه دمر أعداؤه. بعد ذلك كان له أن يختار المناطق التي يحكمها ويسيطر عليها، فقرر بصورة سريعة أن يكون له الشرق الغني بالثروات وكذلك بالحضارة والجيوش الجرارة،
وذلك على النقيض من الغرب الذي يفتقر إلى كل تلك المميزات السابقة. فالشرق يستطيع الحياة والعيش دون الحاجة إلى الغرب، وهذا ما أكده تاريخ الدولة البيزنطية، وكانت المنطقة الأساسية لتجمع الجنود هي إيطاليا التي حكمها أوكتافيوس في البداية، غير أن الاتفاق نص على أن كل ما يخص إيطاليا يقع تحت سيطرة أوكتافيوس وأنطونيوس معا، وهذا ما لم يكن أنطونيوس يضعه في البداية في الحسبان. أما موقف كليوباترا من هذا الصراع الروماني فكان مع الجانب الذي كانت تتوقع أن يحصل ابنها على شيء منه، والذي لم يكن بالقدر الكبير، إلا أنها كانت قادرة على تدبير موقفها اتجاه الجانب المنتصر. انتهى الفصل، شكرا لكم.